كده هيبقوا 6 خوف. بس خلاص سيبه وتعالى خد قاعدة. السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. في الفيديو ده احنا هنشوف خوفه بيجري ورا كلاب، بيشوف اللي هيحصل. يلا بينا نبدا ونشوف اللي معانا. يلا خوفه خد. اصحى مجموعه كلاب بلد ايه؟ خلاص سيبهم وتعال. اصحى بس سيبه وتعال. بس خلاص سيبه وتعال. تعال بص ده قشطة. بس خلاص سيبه وتعال خد. بس تعال هنا قاعدة. بس لا سيبه سيبه. بص بيطاردهم خوف قاعدة يا خوف. بس انزل تحت قشطة. مالا يلا ايه ده رايح لهم. بس خلاص خد اللي هو ايه بخليه يسيطر. بس يلا خوف امسك. يلا روح. ايه ده رايح ناحيتهم هو كده ما دخلوا الزواق ده. يلا بينا في كلاب تانية جاية. بس خلاص خد خد كده هيبقوا 6 خوف. بس خلاص سيبه وتعالى خد قاعدة. ثم 3 اهو. خلاص خد. روح عليهم. بس خلاص سيبه تعال. سيبه تعالى سمع. ايه يا بندق تبعي ده؟ ده بندق بعتبره كلبي. خلاص يا بندق تبعي بقول لك. ايوه كده تعالى هز. تبع صح. بس خلاص ما تخافش بقول لك ده تبعي. خد تعال خد يا بندق. تعال صح تعال تعال. بس خوفه خوفه غلس. تعال هنا خوف. اقعد مكان اقعد سمعت. بيزوموا عليه. اصحى يلا جريهم. يلا اصحى يلا انزل تحت. عيب انزل تحت. اصحى يلا. ايه ده بس خلاص. بس خلاص يلا اصحى. ايه ده بس خلاص. بس خلاص يلا قاعدة. خلاص سيبهم وتعالى. هم خلاص بعيد اهو. يلا بينا خوف معلم. يلا هيكتروا عليك ويبهدلوك. يلا بينا خوفو. بست 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 بست. الدنيا ليل وضلمة يا دوبك. جرينا شوية الكلاب بس عايز يفرض سيطرته في المنطقة هنا. في كلب هناك ورايح عليه. خد تعالى سيبه تعال. خد اخوف تعالى هاجي هنا خليك جنبي. الكلب هناك بعيد. سيبهم وتعال خد. خد هنا دخلوا منطقتنا. يلا رايح عليهم متوحش خوفه. ثم ممكن يستفردوا بيه عشان لوح جاره لسه. للتوضيح انا بعمل الموقف ده او بعمل اللي انت شفتوه ده لسبب واحد. اول حاجة ان هو الكلب ما يخافش من الكلاب الغريبة
او الكلاب البلدي. على فكرة الكلاب البلدي لما بيقرب لهم قوي ولا هو بيبقى عايز يهاجمهم ولا هما بيبقوا عايزين يهاجموه، هما بس بيبقوا عايزين يشموا بعض ويتعرفوا على بعض وخلاص، مفيش اي مشكلة. انا كلبي مش هطلعه شرس كلاب، هيطلع بيلعب مع الكلاب عادي. كل الفكرة بس ان انا عايزه ان هو صغير كده ما يستضعفش نفسه، يحس ان هو وسط الكلاب هيبة، عشان كده بخليه يجري ورا الكلاب البلدي وارجعه تاني. ما ينفعش اخليه يأذيهم، هما صحابي اساسا الكلاب دي، فلما بيقربوا مني خلاص هو شمني، فتلاقيه بيهز ديله وجاي وداخل عليك عايز يتعرف عليك، بس بيبقى هايب الكلب اللي معاك. فهم خايفين على منطقتهم او حابين ان هم يدافعوا عن منطقتهم، وده حقهم طبعا، فعشان كده انا بسيب مساحة اللي هو انت اجري وراهم اه، بس لا ارجع تاني. حتى هو في بعض الاحيان لما بيلاقي نفسه قرب زيادة وانا مش معاه، بيبتدي ايه يجيب ورا شوية، يعني ما تفكرش ان هو داخل اللي عايز يهجم عليهم. فعايز اوضح نقطة ان انا مش هطلعه شرس كلاب، وما بحبش الكلب الشرس كلاب اللي بيتعارك مع الكلاب، ما بحبهوش. بحب الكلب اللي هو السوي، اللي هو بيتعامل مع بني ادمين بالامر، بيحرس بالامر، ده اللي هو ايه كل حاجة فيه معاك ريموت كنترول، تتك على زرار تطلع اللي انت عايزه منه. فهي دي الفكرة في الاخر. بس سايب لكم حتة حلوة كده، بحاول كنت ادربه على الامر ان هو يروح يجيب حاجة ويجي. تعالوا شوف غلبني ازاي وشوف هعمل ايه. اهي يلا، اهي يلا، شاطر، روح هات، شاطر، هاتها هنا، ايدي اهي، شاطر، خلاص سيبها 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 يا بارد، سيبها، لا سيب سيب، لا سيب بقول لك، سمعت، شاطر، يلا اهي اهي، خوفو، يلا روح هات، شاطر، يلا اهي، لا سيب سيب سيب، مش دلوقتي مش دلوقتي، سيب سيب، يلا اهي روح هات، روح هات، انت جاي لي فاضي، روح هات، هل هات، هي فين؟ هاي لسه بعلمه اللعب، يلا خفوه خفوه خفوه، يلا روح هات، ركز معك كده،